نروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. مرحب بيك طبعا يا كابتن ايمن، كل التحيه لك من جديد ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. اكيد طبعا بنقول هارد لك للنادي الاهلي، المباراه كانت في ايدينا لكن طبقا هي دي كره القدم. كابتن سعد وحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، كالعاده بقول لك هارد لك يا كابتن سالم. احنا عندنا هدف ثلاث نقاط وهدفنا البطوله، لكن بشكل عام كيف ترى المباراه، الاجواء، بتشوف الظروف ازاي وشايف المباراه النهارده؟ يعني طبعا الحمد لله على كل شيء. يمكن المباراه كانت في المتناول جدا جدا جدا، يعني من دقيقه اثنين ونص او ثلاثه يعني فرصه لطاهر محمد كانت في المتناول جدا. الشوط الثاني بدانا دخلنا فيه في اول دقيقه دخل فينا جول، لكن قدرنا نرجع بشكل سريع جدا 1-1 عن طريق حسين الشحات، وبعدين جالنا بنالتي في الدقيقه 61 ضيعوا على معلول، وبعدين فرص طبعا بالجمله يعني، وبعدين في الوقت اللي انت خلاص يعني قتلت المباراه بجون كهربا وفرصه لصلاح محسن وفرصه لمحمد شريف وفرصه لقفشه، لكن هي دي الكوره، هي دي الكوره وارد فيها كل حاجه. وانا دايما اقول الكوره باحداثها، يعني المباراه انتهت بكل ما فيها بكل احداثها الدراميه اللي احنا عشناها، لكن هي كده كل يوم كل يوم هتعلمك حاجه، يعني الحاجه في ايديك خلاص وانت قابض عليها زي ما بيقولوا بمنتهى السهوله، لكن بتيجي كره القدم تقول لك لا، يعني لا انا ليا راي تاني وليا وجه تاني. يعني المباراه انتهت زي ما قلت وخلصت، هنقفلها بكل ما فيها، لكن الدوري مشواره مش سهل، مشواره صعب، لازم كل مباراه تخلصها تبص على اللي بعدها، اللي بعدها سموحه في اسكندريه بعد يومين ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون داخلين بشكل كويس ونقدر نحقق المفوز هناك باذن الله. ايمن اشرف يا كابتن سيد في المباراه دي وبنفقد بدر بنوع معتقد حصول على ثلاث انذارات في مباراه سموحه، اكيد الامور دي كلها تكون قدام بيت سموسيماني لان عندنا وفره انا عارف في خط الظهر، وكمان كره الشناوي ما اعتقدش الناس هتحمل الشناوي لان دي كره القدم يا كابتن. هي دي الكوره اللي بيحصل في الكوره كتير، يعني كل حاجه في وارد في الكوره، لكن خلينا نخش كل المباراه بقى بشخصياتنا، مين معانا مش موجود معانا، اللي مش موجود معانا الماتش اللي جاي هيبقى موجود معانا الماتش اللي بعده، المهم ان احنا نخش بالمجموعه بتاعتنا. يعني اقفل الصفحه دي على الاخر وان شاء الله الرحمن باذن الله نحضر المباراه سموحه ان شاء الله باذن الله نكسب باذن الله. بكره في التمرين الامور ماشيه ازاي حتى المباراه كابتن؟ هنتكلم مع الراجل دلوقتي وان شاء الله الرحمن باذن الله كده نحضر حاجه كويسه. شكرا. شكرا جزيلا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره للنادي الاهلي. الحقيقه واضح يا كابتن ايمن طبعا يعني التون والطريقه والمباراه يمكن كانت في ايدينا، لكن هي دي كره القدم، الكره الاخيره الحقيقه للشناوي. يعني الشناوي الحقيقه الفتره اللي فاتت ادى اداء مميز جدا، لكن ثغراته وحاجات بسيطه جدا بتخلي الراي يمكن الشناوي يعيد بقى حساباته من اول وجديد ويمكن يركز بقى الفتره الجايه بشكل كبير جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يتخطى هذه المباراه ويقفل الصفحه ويبدا يبص بكل جديه وبكل قوه على مباراه سموحه القادمه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه اللحظات. عودي ليك يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد.